صبحكم الله بالخير، الله يسعد صباحكم جميع. صبحنا وصبح الملك الله سبحانه الواحد القهار. للحين ما طر النور، يتبصور برا ولا بعدها ظلمة؟ إن شاء الله الساعة 4:05 ظن الحين. الله يسعد صباحكم ويغفر لنا ويغفر لكم يا رب العالمين، ويرحم موتانا موت المسلمين وموت العالم أجمعين، ويشافي مرضانا ومرضاكم. ادعوا حق مرضى الكورونا كلهم، عسى الله يشافيهم ويرفع عنهم يا رب. يا حبيبي اجعل اجر وعافية. بعدين متى نقوم من هالحلم، الحلم الكثيف اللي أذانا؟ قوموا وهللوا وكبروا وذكروا الله وادعوا رب العالمين، عسى الله يرفع عنا وعنكم الغمة يا رب العالمين. صبحكم الله بالخير، صباح الخير. شلون الشاي حاري من الدوة ويم الحليبة على طول. صباحكم خير وسعادة وسرور، صباح الخير. يوم ما دشيت المطبخ الله يسلمكم بحذر، بتغدى في البيت. الحين بروح اشوفكم علي شو مسوية غدانا، ما ويا يانا وسليم وجينا. روح تغدى في البيت مع احمد وخدوجة، و هم بعد عندي شوية ترتيبات في الزرع برد. جيسنا هني النخل مال ملوتنا اللي بالشاليه، وحين بنحاول نجيس بعد النخل اللي هناك. هناك هذا النخل اللي في البيت وايد عالي، اللي بالشاليه على السكل ركبه وسوينا، لكن الحين بنشوف الصرفه لازم. وسلامة عمركم. وايد ناس يدخلون علي يقول لي يبا ما تسولف هالايام، ما تطلع تسولف لنا سوالف، سوالف بالطرب ولا سوالف بال يعني الحياه الاوليه. اقول ما مش واهس عند الواحد الحين، يعني الدنيا كلها متأزمة، والواحد يحاتي شو هو عليش بيسوي، شلون يتعامل الوضع الجديد اللي احنا فيه الحين، ساعات فيها حجر وساعات تكون موجود برا. فما بي اسولف لكم سوالف كذي من عرة برا، ما لها سالفه، ما لها موضوع. عاده اذا قعدت العاده من الصبح تقهويت وشربت شاي وعينت من الله خير، تطري عليك السوالف لان القلب مرتاح، ما عندك شيء يعني تحاتي. الحين لا والله يبا نحاتي كل شيء، نحاتي ديرتنا، نحاتي اوطاننا، نحاتي عملنا، نحاتي شغلنا، نحاتي عيالنا اللي برا. اخوي عبد الله صلى الله يرد بالسلامه في المانيا مع ولده اللي هناك المريض، وما قدروا يجون لان الولد نقلته وايد شايده جايته من هناك. نحاتي ربوعنا في كل مكان، يعني ماكو ذاك شو نقول الفضاوة أو السالفة اللي تقدر تسولفها حق لوادم وتعطيهم شيء يعني من خاطرك يفيدهم، تستفيدون منه سواء للتسلية أو سواء أنه شيء في حياتهم العملية يفيدهم. أكثر شيء اللي عندي أقدر أسلي نفسي المطبخ، هو تسليتي الوحيدة صارت. وبالنسبة حق الطرب والغناوي والسوالف والأمثال والشيء وهذا، ماكو ذاك الواهس اللي الواحد يعني يتفكر في هالأشياء. أول القلب خالي وقاعد ومرتاح، وعندي العرس اليوم الفلاني مكان الفلاني، عندي الحفلة مكان الفلاني، فيتضرع عليك هو الشيء يقول لك علي. السالفة هي بالسالفة، إذا كنت أنت قلبك مرتاح وما عندك شيء تحاتيه، وفي عندك حفلاتك وشغلك اللي تشتغل فيهم، كل شيء يضري عليك، ضري عليك الزمان الأولي والزمان الجديد، وش كنا نسوي وش كنا نحط الحين يعني. فتسمحوا لي أن سالفتي الحين ما بيأسولف عليكم سوالف ما تستفيدون منها أو سوالف ما توسع صدوركم. فخليت كل همي في المطبخ، أروح المطبخ وأشتغل فيه، وكان عندي زريعاتي شوي بمر عليهم، ولين حصلت لي سالفة حلوة تنقال أو فيها حكمة أو فيها شيء. هذه السالفة اللي بسولف عليكم بحطها وبقولها وبعدها وبوصف عليها التواصيف، وكان عليها مثل بنقوله، كان عليها شيء بنقوله. لكن الحين كل العذر منكم أنتوا، يعني الحين اللي أهل السناب اللي تابعوا السناب صرنا مثل الأهل. أنا أدخل عليكم في كل يوم بالبيت، وأنتوا تسيرون علي كل يوم في بيتي. حتى أزود من الأهل، يعني أكو ناس لما أشوفهم بالشارع يسلمون علي ويتحفون وكذا، كانهم من 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 يعني من من الناس الخاصين اللي أعرفهم. والسبة هذا السناب سوى لنا تواصل حلو، هذه فائدة السناب بيني وبين الناس. الشيء اللي ما حبيته بالسناب اللي هو إيش نقول، وين رايحة مطينزة؟ قالت رايحة تطنز. هذا
التطنز والتبعطز والكلام الفاضي اللي لا يودي ولا يجيب، اللي مسألته وقتية تضحك وتمشي على طول. لكن يحل، لكن يحلو الكلام اللي صار له معنى وصار له مغزى وصار له سالفة، يعني تقوله، تقول المنطوق وانت واثق ان هذا بيستقبلونه لوادم منك بكل رحابة صدر، وبنفس الوقت بيستفيدون منه سواء في حياتهم، سواء في اكلهم، سواء في سنعهم، في دلهم، ولو ان ما شاء الله عليكم ماكو الكل عنده سنع وعنده دلة، بس يقول ابن ادم يذكر ساعات بالسالفة ويذكر في المواضيع اللي فاتت علينا وفي الأشياء اللي مرت علينا، من سواء من زينة ومن شينة. بس الحين اللي صاير ان بعض الناس تفتح السناب او تفتح الانستغرام بس عشان تضحك. زين، الضحك هم له معنى ولا مغزى؟ وانتم ملاحظين قبل لما كنا نشوف الموقف شلون يضحكنا بالمسرحية او بالفيلم، والحين شلون صار الضحك اللي هو كله اطنازة، وهذه الاطنازة اللي مرفوعة، ما نبي بالاطنازة، نبي شيء. سلامتكم، ما بطول عليكم السالفة، قربت اوصل بيتي، انا اشوفكم علي شو سويت لنا غدا اليوم، نتلاقى ان شاء الله اذا كان عندي سالفة حلوة ولا شيء بعد عليكم. الساعة الف مباركة. وصلنا البيت بالسلامة، وانا طالب مظلات فوصلوهم لي، هذول الحجم الوسط وهذا الحجم الصغير، ودازل وياهم بعد فراش مع البحر وكرة و الخريبتات، هذول كلهم هذول موجودين على الانستغرام، في واحد والله يبيعهم، عم بحط لكم تلفون اللي حب تواصل وياه، شغله زين ووصل للبيت واسعاره بعد معقوله حلوه. وايد شغلات عندهم خاصة للبحر واللي عنده بالحوش حق السويمينج بول، او بيستخدمهم حق حتى حق الاهالي يوسعون صدرهم، تفافيخ ومظلات، اشكال وايده مثل البحر. دشوا شوفوا، حطيت لكم الانستغرام مالهم، والرقم التليفون موجود فوق عندهم، نزلت لكم اياه. معاملتهم حلوه، وعيالنا عيال الكويت يعني. اسال الله يحفظكم ان شاء الله جميعا. خلنا نمر على كماري نشوف شو مسويه غدانا اليوم. احنا اكيد مستوي غداها. جيت انا بسرعه بسرعه هني دخلت داخل. مر عليك شوف المطبخ. Mama Kumari, bring the food inside. Food? She bring anything inside? No. Open, open the sakhan. Because I see it's open, open. Bella, come, sawiya. Hadi. Hadi mlukhiya. Tamam. Wahada dhanna aish bshariya. Haar al-ma'un. Baqi ba'al ashya imkun ma'un. هذا برياني حقكم انتو؟ ايوه. اعطيني خلنا اذوق القفشه. لحم ولا دياي؟ دياي والله. دياي؟ اعطيني قفشه. قروني اعطوني قفشه. بالعافيه ادريني. واحنا شو مسويت لنا داخل؟ شاريه يس. ايه. خوش برياني، عليكم بالعافيه. فلفل حسبي الله على ابليسكم، ادوس فلفل. اه ما شاء الله. خوش خوش خوش، بس خلي مكشوف يبا. خلي؟ اي خلي مكشوف، راح يستوي ينشف معي. تمام. بدي ملحه؟ سلام يا ماما راني، ما قصرتوا. مستوي البطاط؟ ايوه ممتاز. واللحم مستوي؟ احنا هالمطبخ العجيب مال اوكسينه ما شاء الله عليه، ولا في شيء يخترب، لا اله الا الله. كم سنه الحين له؟ يه 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 يه. خوش مضبوط.